طيب فكرة إن أنت إزاي تبعت رسالة اس ام اس أو تبعت ايميل أو كده، دي ليها طريقتين، يا إما إن أنت تستخدم دوال مباشرة، أنت ما عارف من الأول إن هي تقدر تبعت الايميل ده، وبالتالي أنت من جوه الأبلكيشن بتاعك تستدعي الدوال دي، أو إن أنت تعتمد على الأبلكيشن الجاهز اللي موجود في الموبايل اللي هو بيبعت ايميل أو بيبعت اس ام اس، وتطلب منه إن هو يعمل الكلام ده بالنيابة عنك. طيب الإنتنت اللي إحنا كنا بنستخدمها من فترة علشان أفتح برنامج تاني أو أكتيفيتي تاني، ليها استخدام إضافي، إن أنت ممكن تنادي على مجموعة من الإنتنتس الجاهزة زي ما هي موجود في السلايد دي، سواء إن أنت مثلا تفتح براوزر أو إن أنت تبعت اس ام اس أو إن أنت ترن برنامج معين أو إن أنت تعمل سيرش أو سيرش على الويب حتى أو كده. الإنتنتس الجاهزة دي أقدر أنادي عليها من خلال سنتكس كده صغير. معانا مثال مثلا هنا، طبعا السلايدز دي كلها متاخده من محاضره لدكتور فيكتور ماتوس من جامعه كليفلاند. ده مثال مثلا هو عامله على فكره ان انت ازاي تبعت تتصل بتليفون من خلال البرنامج بتاعك عن طريق ابلكيشن التليفون اللي موجود اصلا على الموبايل. هنا بيحط مثلا كلمة تل في الأول، دي بروتوكول يفرقني عن ال HTTP عن أي بروتوكول تاني، وبعدين بحط الرقم ده في الإنتنت بتاعي بقول له ستارت بعد كده. طيب اللي إحنا عايزينه النهاردة اللي هو أقول له مثلا إن أنا عايز أبعت SMS. طيب ده زيه في فيو لخريطة أو فيو لجوجل ماب أو فيو لموقع معين. هنا عندك ان انت تبعت ايميل او ان انت تبعت اس ام اس. طيب فتعالوا نقول عايزين نبعت اس ام اس هنا. تمام، ده مثال معمول هنا بيقول لك عشان تبعت اس ام اس اول بارامتر في الانتنت هيبقى اكشن انت عايزه. الاكشن ده اللي هو كان الجدول الموجود هنا، اكشن من دول. بالنسبه لمكالمات التليفون في اكشن اسمه كول، بالنسبه للاس ام اس في اكشن اسمه سند تو او سند، ده مسؤول ان انت تبعت حاجه لابلكيشن تاني. طيب علشان اقول له انا هدي لك عنوان الموبايل او رقم تليفون الموبايل اللي انت تبعت عليه، فبحط الكلام ده في سترينج، بس هتبقى بادئه بكلمه اس ام اس 2 وبعدين نقطتين وبعدين رقم التليفون اللي انت هتبعت عليه. السترينج دي كلها عايز احولها للينك زي لينكات النت كده، يو ار ال معين، بستخدم ده اللي اسمها يو ار اي دوت بارس زي انتجر دوت بارس، بديها سترنج لكن مش بتطلع لي رقم، بتطلع لي يو ار ال اقدر اروح له من الابلكيشن بتاعي. طيب انا كده حددت عنوان الاس ام اس، هبعت الاس ام اس لمين؟ طيب ايه بقى الكلام اللي جوه الاس ام اس؟ بحط في الانتنت اللي انت عاملها اللي هو المتغير ده، بحط متغير اكسترا اسمه اس ام اس بادي، وحط جواه الجمله اللي انت عايز تبعتها للموبايل التاني، وفي الاخر تقول له ستارت اكتيفيتي. طيب عملنا الكلام ده ازاي؟ الاون كليك اللي هنا دي اللي هتتنفذ ساعه ما اقول له سند الاوردر بتاعي. طيب بقول له لف على كل الاري ليست اللي عندك، اي تشيك بوكس تلاقيه از تشيكت، بدل ما اجيب التاج زي المره اللي فاتت، لا انا اقول له هات الكلام اللي مكتوب على التشيك بوكس جيت التكست وحطه لي في متغير اسمه مين نيم، وجمع كل الاسامي الوجبات اللي انت اخترتها وحطها في سترنج هنا مسمينها سيلكشن. طيب وبعد كل اسم وجبه حط مثلا كومه بحيث تفصل الوجبه عن الوجبه اللي وراها في الكلام. طيب كل ده هدفه اكون رساله سترنج فيها كل الوجبات اللي اخترتها. طيب عايز ابعت الرساله دي بقى، هنا بيقول لي عشان تبعت اس ام اس اعمل انتنت، الاكشن بتاعها send to، اليو ار ال بتاعها هيبقى اس ام اس 2 بس رقم التليفون اللي انت عايزه اللي هو زي ما اتفقنا رقم التليفون ده. تمام، طبعا نفس الكود ده يشتغل على رقم تليفون حقيقي، يعني اذا انت فعلا عايز تحط رقم حقيقي بتحطه هنا. طبعا بعد كده انت ممكن تطور ان انت بدل ما تحط الرقم ده ستاتيك في الكود، لا تخليه دايناميك او ان اليوزر هو اللي يدخله او كده، ده متاح عادي. طيب هنا بقول له set intent، من فضلك حط لي بقى محتوى الرساله اللي انت هتبعتها اس ام اس عن طريق اس ام اس بادي، محتواها
هيبقى حاجتين، هيبقى الكلام بتاعي اللي هو الوجبات والكوست الاجماليه اللي انت هتبعتها. وبعدين في الاخر بقول له ستارت اكتيفيتي، روح على الاكتيفيتي بتاعك. طيب هنا اختار الحاجات، بقول له سند، استنى شويه، وبعدين هيبدا ان هو يطلع لي النوتيفيكيشن كده من فوق هنا ان هو الرساله دي طبعا لما بعتها نوتيفيكيشن ان هي في رساله وصلت ليك والطلب بتاعك هنا، الرساله وصلت اهي وبيقول لي ادي الطلبات اللي جات لك.